السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا شوربة ديال الشعرية كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. غنحتاجوا في المكونات الشعرية صدر ديال الدجاج مقطع رقيق أو ممكن نعوضوه بقشاوش ديال الدجاج، مطيشة محكوكة، بصلة مشلضة رقيقة، خرقوم، زيت الزيتون، ملح، سكينجبير، شوية سمن، ثومة، بزار، مطيشة الحك، صبر ومعدنوس، سكينجبير، خرقوم، زيت الزيتون، ملح، شوية الكمون والماء. خليكم مع لائحة المكونات مضبوطة وندوزو مباشرة للتقديم. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي. طاوة أو كوكوت غادي نديرو شوية الزيت، تقريبا واحد ربع كاس زيت الزيتون، كنزيدو الثومة، غنحاول نشحروها واحد شوية، كنزيد بصلة مشلضة رقيقة، واللي بغاها محكوكة يديرها محكوكة ماشي مشكل. سطر ديال الدجاج، ولا ما عندناش سطر دجاج وعندنا قشاوش ديال الدجاج بحال العنوقة وجناوح حتى هما كيجيو مزيانين. كنشحروا كلشي، وطبعا نزيدوا العطرية، كنديروا معلقة صغيرة ديال الخرقوم، ملح على حسب الذوق، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، نص معلقة صغيرة ديال الكمون باش ما يعطيناش المرورة، معلقة صغيرة ديال البزار، السمن اللي ممكن نديروه دابا ونخليوه حتى للخر، وغادي نشحر الدجاج مع البصله مزيان. صافي ملي كيتشحروا كنزيد مطيشه محكوكه او مطحونه، معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، كنزيدو الماء الكافي، صافي كنغطيو عليها وكنخليو حتى كيطيب الدجاج، عاد باش كنزيدو الشعريه والمعدنوس. ملي كيبان لينا صافي الدجاج والبصله وكلشي طاب كنزيدو اخر مرحله الشعريه، حيت ما كتاخذش الوقت في الطياب دغيا كطيب. غادي نزيد المعدنوس والقزبر، غادي نحرك كلشي وغنغطي ونخليها طيب ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت. الشكل النهائي ديال الشعرية ديالنا ولا ديال شوربة الشعرية بعد ما طابت كتجي لذيذة بزاف، سهلة في التحضير، يعني وصفة اللي كتستحق انكم تجربوها. شكرا لكم دائما على المتابعة، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.